لي شوفو ابن المزارع الصيني كان يعمل مصوراً للسياح الأجانب وادخر مبلغاً فتح به متجر كاميرات حقق نجاحاً مبهراً، ما دفعه لتأسيس شركة صغيرة تحت اسم جيلي لإنتاج قطع الثلاجات بمساعدة مالية من أسرته عام 1986. وبعد شرائه شركة شاحنات حكومية صغيرة حصل على تصريح لإنتاج السيارات ليبدأ مشوار جيلي التي يعني اسمها الحظ في اللغة الصينية عام 1997. شوفو الذي يمتلك حالياً عشر قيمة مرسيدس كان يعشق الصانعة الألمانية لدرجة شرائه إحدى سياراتها وإعادة تصنيعها كأول سيارة بإنتاج جيلي، بينما بداية جيلي الحقيقية كانت سيارة تدعى تيانجين تشيالي وقد حققت نجاحاً مبهراً بفضل عمليتها وسعرها المناسب للسوق الصيني. وبدأ توسع جيلي عالمياً عام 2010 بعد شرائها شركة فولفو السويدية وتحويلها إلى شركة مربحة بعد أن كانت خاسرة، مع توالي استحواذات جيلي لاحقاً على شركة تاكسي لندن، شركة لوتس البريطانية، شركة تيرافوجيا للسيارات الطائرة، نصف شركة بروتون الماليزية، نصف سمارت الألمانية، 10% بأسهم دايملر مالكة مرسيدس، بالإضافة إلى تأسيس علامتها الفاخرة لينك أند كو. تستثمر جيلي في السيارات الكهربائية وأنظمة السلامة والقيادة الذاتية التي تدعمها بأقمار صناعية خاصة، مع توفيرها حالياً أسطول سيارات عملي اعتمادي أسعاره معقولة. ولدى العملاق الصيني 50,000 موظف، 14 مصنع سيارات بمبيعات سنوية تتخطى 2.2 مليون سيارة، مع سعي جيلي لأن تكون ضمن أكبر 10 مصنعي سيارات في العالم.